مشاهدي قناة شوف تيفي، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم من مدينة الجديدة وبالضبط من قلب ملعب العابدي. حضور مهم صراحة للجماهير الطنجاوية اللي تحملات عنا السفر وجات لمدينة الجديدة باش تساند الفريق ديالها. كنعرفوا الجماهير الطنجاوية هي جماهير وفية، وكيف ما شفتوا معنا في عديد من اللايفات على قناة شوف تيفي باللسان ديالهم الجماهير الطنجاويه يقولوا لاننا تاسسنا في وقت الازمه، تاسسنا في الوقت اللي كان كيتخبط فيه اتحاد طنجه في ازمات. يعني احنا معاه في الضراء والسراء، وكيف ما كتشوفوا جاوا من مدينه طنجه لمدينه الجديده باش يساندوا ويشجعوا الفريق ديالهم. تحيه كبيره لهاد الانصار الوفيه، تحيه يعني عز وافتخار صراحه لهاد الجماهير هذه اللي رغم ان فريق اتحاد طنجة يتخبط في العديد من المشاكل وهو في المركز الاخير بجوج ديال النقاط، الا انهم جاوا اليوم باش انهم يساندوه ويشجعوه وهما وراه في الضراء والسراء. كنبغيو صراحه نشجعوا هاد الجماهير الوفيه، وكذلك تكون هذه الجماهير هي مثال حي للعديد من الجماهير باش ما نبقاوش نشوفوا احداث ديال الشغب اللي كتخلينا نشوفوا مدرجات خاليه. يعني الجمهور هو راس مال الفريق، الجمهور هو اللي كيعطي الفرجه، الجمهور هو اللي كيعطي احتفاليه، وكذلك يشحن اللاعبين باش انهم يعطيو كل ما عندهم. يعني كيف ما كتشوفوا معايا لازال العديد من المناصرين ديال اتحاد طنجه يعني كي دخلوا للملعب في هذه الاثناء كيف ما كتشاهدوا امامكم، بينما باقي الجماهير ديال الدفاع الحسني الجديدي باقا ما دخلاتش الملعب. يعني تقريبا باقا واحد ساعه وربع تقريبا على بدايه اللقاء اللي غيكون بين اتحاد طنجه والدفاع الحسني الجديدي هنا بملعب العابدي بمدينه الجديده. كنعرفوا دائما الترا هيركوليس اينما حلت اتحاد طنجة وإنما ارجحلات تكون وراها كيف ما شفنا الديبلاسمون ديالهم في مدينة الدار البيضاء، وكذلك العديد من الديبلاسموات اللي كنشوفوها من طرف هاد الجماهير الوفية، الجماهير العاشقة للون الأزرق. يعني شوفوا معايا رغم المشاكل ورغم الهزائم الكثيرة لفريق اتحاد طنجة هاد السنة وما قدرش يحقق حتى شي فوز، لكن هما حاضرين في هاد الاثناء باش يساندوا الفريق ديالهم ويشجعوه حتى اخر دقيقه من المباراه وحتى اخر مباراه في هاد البطوله الوطنيه. يعني كنحييهم صراحه هاد الجماهير الوفيه، هاد الجماهير العاشقه لاتحاد طنجه كيف ما كتشوفوا معنا. يعني رغم قلتهم الا انهم يعني ناويين يبدعوا وكذلك يشجعوا في هاد المباراه هذه. كما شرحت لكم مشاهدين الكرام على ان هذه هي الجماهير الوفية العاشقة، يعني كتكون وراء الفريق في الضراء قبل السراء. يعني اينما حل وارتحل الفريق كتلقى دائما وراه واحد المناصرين اللي كيبغوه من القلب الخالص. يعني ما كيهمهمش الفوز او ما كيهمهمش كذلك الالقاب، يعني هما كيكونوا ورا الفريق كيف ربح كيف خسر كيف دار اللقب كيف ما داش. كيف ما كتشوفوا هاد الجماهير الطنجاويه اللي تحيه لهم كبيره لانهم تحملوا على السفر من مدينه طنجه الى مدينه الجديده، وكنعرفوا الاجواء البارده والشتاء هادشي ما كانش يعني حاجز في وجه هاد الجماهير الوفيه اللي غادي تبدع في هذه المباراه بالاحتفاليات ديالهم وبالاهازيج والشعارات. كنتمنوا ان اتحاد طنجه يلقى الطريق الصحيح باش يفرح هذه الجماهير العاشقه للون الازرق. يعني باش يكون الفريق ديالك ما حقق حتى شي انتصار، يكون الفريق ديالك في الدوره 13 وعنده فقط جوج ديال النقاط وتبعوا من مدينه طنجه حتى المدينه الجديده في يوم اللي هو ماشي يوم عطله،
يعني يوم الأربعاء يكون يوم عمل يوم دراسة، لكن هاد الجماهير العاشقة للون الأزرق أينما حل اتحاد طنجة أو إرتحل كتلقاهم وراءه، يعني هادو هما اللي كيتسماو الجماهير الوفية اللي كيف ما شرحت لكم أينما حل اتحاد طنجة أو إرتحل كتلقاهم وراءه. كيف ما كتشوفوا معايا في هاد اللحظات كيحاولوا أنهم يعطيو واحد الصورة جميلة على الجماهير الطنجاوية. وليد اللي كيقول لي بغينا نشوفوا الجماهير ديال الدفاع الحسني الجديدي الحدود الساعه، وما كاينش حتى شي واحد من الجماهير ديال الدفاع الحسني الجديدي لانهم بحكم في الميدان ديالهم وفي الملعب ديالهم، وتقريبا بقى واحد ساعه وربع على بدايه اللقاء، يعني كنظن انهم باقيين خارج الملعب وباقيين ما جاوش الجنبات كذلك ديال الملعب، كينتظروا حتى الساعه 8 تقريبا ونشوفوا الجماهير الدفاع الحسني الجديدي. بينما كما شرحت لكم الجماهير الطنجاويه اللي تحيله كبيره اللي تحملات عناء السفر وجات المدينه الجديده باش تشجع الفريق ديالها، وكيف ما كتشوفوا معايا في هذه الاثناء كيستعدوا باش انهم يقدموا واحد الاحتفاليه رائعه وجميله.